كالعادة وكعادة مباريات الزمالك والإسماعيلي، المباراة بتنتهي لصالح نادي الزمالك بثنائية نظيفة. مباراة الزمالك وولاد العم الإسماعيلي، مباراة شهدت شوط أول دفاعي بحت من نادي الإسماعيلي، ما شفناش التحولات الهجومية الكبيرة اللي كان بيعملها نادي الإسماعيلي قدام النادي الأهلي، وما شفناش أي أنياب نادي الإسماعيلي في الشوط الأول، وكانت المباراة شبه في اتجاه واحد أمام نادي الزمالك أو في اتجاه نادي الزمالك. في الشوط الثاني سجل نادي الزمالك هدفين في دقيقة واحدة عن طريق إمام عاشور وسيف الدين الجزيري، والمباراة خلصت على كده. ردة الفعل شفناها بعد الهدفين من نادي الإسماعيلي بكام هجمة خطيرة كده، ولكن ابوا ان هم يسجلوا هدف حتى على الاقل لنادي الزمالك في لقطه شلونجو، اللقطه اللي كان انفراد وعدى فيها من جنش وبعد كده قرر لوحده كده ان هو يرجع بالكوره لورا علشان الكوره ما تشكلش خطوره كبيره على مرمى نادي الزمالك. اي نعم هو اتعنقل في الكوره شويه، ولكن كان يقدر يصلح من وضعيته ويحطها في المرمى، ولكن اللاعب فضل فخر الدين بن يوسف على نفسه علشان الكوره تضيع على نادي الاسماعيلي حتى ما يسجلوش هدف الشرف امام نادي الزمالك. المباراه انتهت 2، وطبعا كالعاده احنا ما كناش متعشمين في حاجه من نادي الاسماعيلي، ولكن لو جينا نعتب على نفسنا، لو جينا نلوم على نفسنا، لان احنا اللي ادينا لنفسنا او احنا اللي عملنا بنفسنا كده. واتكلمت في فيديوهات سابقه بعد المباراه لسه كان ممكن تخش تشوفوها ان احنا اللي عملنا في نفسنا كده واحنا اللي حطينا في نفسنا في الوضع. كان ممكن تحسم مباراه الاسماعيلي 3 4، ولكن انت ما خلصتش زي النهارده ما بدات في مباراه انبي وسجلت هدفين مبكرا وحسمت المباراه من بدري، تضيع بقى ما تضيعش، انت كده كده فارق هدفين، حتى لو جه فيك هدف كنت برضو كسبان. فانا عايز كده، انا عايز النادي الاهلي يعمل كده زي ما عمل في ماتش سموحه، خلص المباراه 3 اهداف في الشوط الاول والموضوع خلص. مباراه سيراميكا ومباراه اسوان ومباريات كتير النادي الاهلي بيخلصها من بدري، المباراه تخلص بدري، يعني تنزل تخلص المباراه بهدف والتاني وراه التالت، وما تحطش نفسك تحت ضغط بقى ان يجي فيك هدف التعادل وتبدا تاني تبني هجماتك وتبدا تاني ترجع تهاجم وتبدا تاني، مره تسيب ومره هتخيب. وخابت فعلا في ماتشات كتير زي ماتش اسف زي ماتش البنك الاهلي وزي ماتش برضه بيراميدز وكمان ماتش الاسماعيلي، ماتشات كتير خابت فيها مع النادي الاهلي وما قدرناش ان احنا نسجل ولا نكسب. بمساعده الحكام كان الاهلي بيتظلم في كل مباراه على الاقل بضربه جزاء، وفي لقطات كانت بتتحسب على النادي الاهلي بالعين كده او يعني مثلا زي مباراه البنك الاهلي الدور الاول هدف صحيح للنادي الاهلي بيتلغى، برضه في الدور الاول مباراه بيراميدز هدف صحيح لوتر جواري بيتلغى. فالنادي الاهلي محارب السنه دي من كل الاتجاهات عشان يخسر بطوله الدوري، ولكن لو خسرناها فاحنا اللي خسرناها من نفسنا، احنا اللي ضيعناها على نفسنا. برضه بعد كل الحروب دي كلها انت برضه اللي خسرتها، كنت ممكن تكسب الاسماعيلي، كنت ممكن تكسب البنك، كنت ممكن تكسب سموحه، كان في ايدك، كان في ايدك ماتش الجونه تقدمت ورجعوا عليك، فانت اللي حطيت نفسك في الوضعيه دي. وعليه النادي الاهلي في اول ثلث ساعه تقريبا النهارده في مباراه انبي بيحسم المباراه مبكرا في هدف في الدقيقه الثانيه عن طريق البندقيه وولتر بولي علشان يخلص المباراه مبكرا بالهدف الثاني بتاع محمد مجدي قفشه من صناعه اللاعب كهربا اللي بيتالق تالق كبير جدا في المباراه النهارده، رغم انه ما سجلش لكن صنع، وكهربا بياخد خطوه خطوه نحو العوده لمستواه. نقفل على صفحه الدوري المصري، او قبل ما نقفل غزل المحله بيتعادل مع سيراميكا كليوباترا 1-1 في مباراه خلت نادي غزل المحله يطمن اكتر لبقائه ومركزه في الدوري، وسيراميكا نفس الشيء تقريبا. سيراميكا قدام مباراه صعبه من نادي الزمالك في الفتره اللي جايه، وتقريبا هيثم شعبان مدرب نادي سيراميكا احتمال يمشي تاني بعد، ممكن يمشي بعد مباراه النهارده، وممكن يمشي بعد مباراه الزمالك اللي هي هتبقى بعد المباراه دي تقريبا اللي جايه. الزمالك عنده مباراه دجله الماتش الجاي، والاهلي عنده طلائع، كلنا امل ان الزمالك يتعثر. الزمالك مباراته صعبه لانه بيلعب قدام فئه بتنافس كلها على الهبوط، بنك كمان دجله كمان الانتاج، ومباراه سيراميكا اللي انا شايف ان هذه اللي هتبقى المفاجاه للجميع، والزمالك ممكن يفقد نقط في مباراه سيراميكا مش في الثلاث مباريات التانيين دول. نخش بقى على الدوري الانجليزي وحلاوه الدوري الانجليزي اللي بدا بدايه ناريه. مانشستر يونايتد بيبدا باكتساح على ليدز 5، مش 5 بس يعني ممكن تبقى 5 وانت ما لعبتش كوره، لا 5. بوجبا النهارده بيعمل 4 اسيست في ماتش واحد، ما حصلتش في تاريخ مانشستر يونايتد اصلا ان اللاعب يعمل 4 اسيست في ماتش واحد. كمان برونو فرنانديز بيسجل هاتريك النهارده في اول مباراه في الدوري، مباراه قويه جدا، مباراه شهدت مشكل سانشو مار. نعم هو نزل في الشوط الثاني وما عملش حاجه، لكن برضه مباراه كان تالق فيها فريق مانشستر ككل، وليدز لا حول ولا قوه، لان بيلعب مانشستر هو فايق، مانشستر دلوقتي فايق وفريق اصبح مكتمل بشكل كبير جدا، هينافس بشكل كبير جدا على الدوري النهارده. تشيلسي كمان النهارده بيبدا بدايه قويه امام كريستال بالاس وبيكسب 3-0، مباراه كانت قويه برضه من جانب تشيلسي،
الونسو بيسجل، بوليسيتش بيسجل، مباراه خلصت من بدري لصالح نادي تشيلسي. ليفربول وعلى غرار البدايات دايما وبنتفائل بموضوع نورويتش سيتي ده، ليفربول بتكسب 3 على نورويتش سيتي، وصلاح بيسجل هدف بيسجل به التاريخ. محمد صلاح النهارده بيدخل تاريخ الدوري الانجليزي، اللاعب محمد صلاح بيسجل للماتش الخامس في بدايات الموسم، 5 مواسم متتاليه محمد صلاح بيسجل في اول ماتش في الموسم، النهارده بيسجل هدف في نورويتش سيتي. مش بس كده، لا بيعمل 2 اسيست بتاع الهدف الاول والهدف الثاني، وبيسجل الهدف الثالث بنفسه عشان ليفربول هو كمان يعبر عن نفسه. ودفاع ليفربول النهارده بعوده فان دايك كمان ماتيب، لا دفاع اصبح قوي مش هشة زي السنه اللي فاتت. مش كمان منتخب نادي ليفربول بدا يبني الهجمه من تحت، كلنا شفنا فيرجن فان دايك وبدا جاهزيته بالخروج بالكره من تحت، وده اللي هيصنع الفرق ان شاء الله مع نادي ليفربول. لسه السيتي هيلعب هو توتنهام، وكمان هنشوف ونحكم على الدوري الانجليزي من بدايته اللي بادئ مشتعل. كمان ايفرتون بيكسب ساوثهامبتون 3-1، وبرايتون بيكسب بيرلي 2-1. في الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان بيعمل مباراه كبيره هو وستراسبورج، والمباراه بتخلص 4-2. هالاند في الدوري الالماني بيتالق، بيعمل تقريبا 3 اسيست وهدفين في مباراه بروسيا دورتموند اللي خسرت 5 تقريبا. ريال مدريد بيبدا الدوري في اسبانيا بدايه قويه جدا، هازارد بدا يفوق، كمان بيل، كمان بنزيما، ورباعيه على ديبورتيفو الافيس في اول مباراه في الدوري 4-1. دي كانت نتائج مباريات امبارح او اهم من نتائج مباريات امبارح. طبعا مع البدايه الناريه في كل الدوريات مفيش هزار مفيش تهريج للبطل الدوري الفرنسي بيخسر تاني مباراه في الدوري النهارده 4-0. مباراه بكره اللي ان شاء الله هنحاول اننا نعمل حلقه خاصه بعد مباراه بكره، توتنهام والسيتي في مباراه مهمه جدا للسيتي عشان يعبر عن شخصيته على هويته النهارده السنه دي في الدوري، هيعمل ايه؟ مباراه بكره مهمه جدا لتوتنهام ومهمه جدا لنادي مانشستر سيتي. برشلونه بعت ليونيل ميسي وقال مباراه رسميه بعد وداع ليونيل ميسي، هيلاعب ريال سوسيداد في تشكيله اعتقد ان هيغلب عليها العناصر الجديده، ممكن نشوف لمفيس ديباي، ممكن اعتقدش ان اجوله هيبدا، لكن تشكيله هتبقى فيها مفاجات بكره، واول مباراه بدون ميسي هنشوف برشلونه يقدر يعمل ايه. سالتا فيجو هيلاعب اتلتيكو مدريد البطل، وبرده هنشوف اتلتيكو مدريد هويته هل هيفضل زي ما هو بطريقه سيميوني، طريقه الدفاع واللعب على هجمه واحده او على هدف واحد ويخلص زي عاده سيميوني من 2012 تقريبا، ولا هيبقى فيه تغيير في اداء اتلتيكو مدريد. بكره في الدوري المصري عندنا الانتاج الحربي ومصر المقاصه، اعتقد ان دي المباراه الاهم من الانتاج الحربي في الدوري ده لو عايز يخش مع الجماعه اللي هم بينافسوا على مراكز الهبوط. الانتاج مع المقاصه عادي جدا نشوف ان الانتاج بيكسب بكره مصر المقاصه، هو 20 نقطه تقريبا يبقى 23 بقرب من دجله 25، قرب من اسوان 26، قرب كمان من البنك الاهلي اللي 29 نقطه، ويبقى ولع الدوري تاني وشعل الدوري تاني بالنسبه للمراكز الظبوط اللي كان الانتاج خلاص شبه هابط. لو كسب بكره هيبدا يرجع تاني للاجواء وللمنافسه تاني مع الناس اللي فوق منه، اشبيليه ورايو فيركانو في الدوري الاسباني وبس كده. دي كامل المباريات بكره. الاسماعيلي فوت الماتش كالعاده للزمالك، والاهلي قدر ان هو يكسب ثنائيه امام نادي انبي علشان يواصل الضغط على نادي الزمالك، ونتمنى ان شاء الله في الفتره اللي جايه يحصل تعثر نادي الزمالك عشان يبقى الدوري برضه في الجيزه. لو اول مره تتابعني اول مره تشوفني انزل دلوقتي اشترك لي في القناه وفعل زر الجرس عشان يصل كل جديد، وتابعنا اول باول تابع الحلقات اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.